السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة برنامج أورنج واتساب ماركتينج. هنعمل سلسلة من الفيديوهات بتشرح كل حاجة في البرنامج بالتفصيل. البرنامج عبارة عن برنامج تسويق على الواتساب، تمام؟ أنا لو عندي عملاء كتير كلمتنا مثلا على الواتس، وكلمتني من زمان عندي أرقامهم كتير، طيب أنا عاوز أبعت لهم مثلا منتج جديد عملته، أو عندي عرض، أو عاوز أخد رأيهم في منتج هم خدوه قبل كده، وهما كتير، انا مش عارف ابعت لهم كل واحد لوحده. فانا بالبرنامج ده هقدر ابعت لهم كلهم رساله. وتاني حاجه، عندي خيار تاني هنا، ممكن برضو ابعت رسائل لكل الجروبات اللي انا مشترك فيها بضغطه زر واحده. وتالت حاجه، هنا عندنا ادوات كتير بتساعدك اللي انت تقدر تجيب ارقام من عقارات جوجل تستخرجها بضغطه زر واحده. تقدر تاخد كل الأرقام اللي هي في الجروبات، تستخرج الأرقام اللي هي في الجروبات، تقدر تبحث عن أي جروب موجود، تستخرج أرقام من السوشيال ميديا. إن شاء الله نشرح كل حاجة بالتفصيل، تمام؟ هنبدأ إزاي نعرفك إزاي تسطبه وإزاي تبدأ تبعت رسائل. وبعد ما البرنامج يشتغل، أول حاجة هنعملها في البرنامج اللي أنا أضيف الحسابات بتاعتي. طيب، بس قبل ما أضيف الحسابات بتاعتي لازم تعلي الجودة بتاعت الفيديو. لو أنت بتسمع من اليوتيوب فعلي الجودة بتاعت الفيديو لأعلى حاجة عشان الكلام كله يبان. تاني حاجة، ممكن تغير هنا اللغة من هنا من إنجليش للعربي، الأرابيك أول حاجة. أول حاجة نضغط عليها بقى إن شاء الله اللي هي أكاونتس، أضيف الحسابات بتاعتي. انا ضيف هنا حسابين، اللي هو الحساب الاولاني والحساب التاني. طيب انا ما عنديش حسابات او عاوز اضيف واحد تاني، هتك على اد نيو اكاونت، هضيفه اسميه مثلا وليكن زيرو مثلا 100 اي حاجه كده، انا سميته كده تمام. هو قال لي اضاف بنجاح، تمام، اللي هو الرقم الاخير ده. طيب انا عاوز اعمل مثلا اللود عشان اعرف اسجل الواتساب، هتك على كلمه لود، هيفتح لي البراوزر عشان اسجل الواتساب عليه، تمام. هو كده فتح معايا. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هخش على الموبايل بتاع الواتس واتك على الثلاث شروط فوق بعض اللي زي دي كده، وهتك على كلمة الاعدادات واجيب واختار الاجهزة المرتبطة، وهضغط على كلمة ربط جهاز. اول ما تضغط على كلمة ربط الجهاز هيفتح لك الكاميرا، فاقوم جانا مصور الكيو ار كود اللي هو ده، هخلي الكاميرا تيجي على الكيو ار كود ده، فيبدأ بقى يتصل. وساعة ما يبدأ يتصل هتلاقيه فتح على طول معاك على البراوزر قدامك ده، وبتحافظ بقى على التطبيق على طول، بحيث اول ما تيجي تسجل او اول ما تيجي تعمل اي حاجه بيفتح لوحده تلقائي، تمام كده. انا هلغيه، انا اصلا ضايف عندي 2 فمش محتاج اضيف حاجه تاني، همسح ده كده خلاص، انا عندي 2. طيب بالنسبه لعلامه الصح والغلط، علامه الصح دي بخلي دوت الرقم الرئيسي بتاعي، يعني عشان لو حبيت اسحب ارقام او اضيف له جروبات او اسحب ارقام من جروبات او اي حاجه اعملها بستخدم الرقم ده. عاوز تستخدم الرقم التاني بتك على كان هو كليك يمين، بتك على هو سيت از برايمري اكونت، وبتتغير علامة الصح زي ما هي، تمام. انا هخليها بس على التاني، هخلي التاني هو بس الاكونت اللي هو البرايمري بتاعي، واعمل مسح. طيب انا الوقت عاوز ايه؟ انا الوقت عاوز اول حاجة اعملها، عاوز استخرج كل الارقام اللي هي بعتت لي، يعني كل حد طلب مني اوردر، كل الارقام اللي انا بكلمها اللي هي متسجلة عندي او اللي انا عملت معاها شات، عاوز استخرجها كلها وابعت لها مثلا رساله بعرض، رساله بخصم، اي حاجه عاوز ابعتها لها. هبدا ازاي؟ اول حاجه اتك على الثلاث علامات اللي تحت دول اللي هي دي التولز، مش شرط اتك عليها، هتفتح لي كل التولز اللي عندي، دي كلها تولز هتقدر تستخدم بيها حاجات مهمه جدا. طيب التول اللي انا عاوزها حاليا اللي هي جراب شات ليست ديت، هتك على كلمه جراب ناو، تمام. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اتك على كلمه كليك تو انيشيت اللي هي الكلمه دي، هيفتح لي الاكونت بتاع الفيس، الاكونت بتاع الواتس اللي انا اصلا عملت بيه قبل كده، ويفتح لي الواتس على طول، مش هيقول لك بقى سجل من جديد، لا انا كده اصلا سجلت واتحفظ عندي. وساعه ما يفتح هتلاقي الكلمه ده اهي اتغيرت لاوتر، الكلمه ده هتتغير لاوتر، هنستنى. هو كده خلاص فتح اهوت، تمام. هبدا والكلمه اتغيرت للاوتر، تمام. هتك على كلمه اللي هو جراب اول، هضغط عليها طاطا، هي الرننج هي شغالة، ما بتاخدش ثانيتين بالظبط، خلاص هي حملت اهي، خلاص هو سيفها وحفظها. هيقول انت عاوز تحفظها فين؟ انا اقول لك انا عاوز احفظها هنا مع الداتا الصور ديت، هتك مثلا شات ليست، هنسميها شات ليست مثلا،
حط جنبها الرقم بتاع رقم الموبايل بتاعك عشان برضه يكون معروف لو عندك اكتر من رقم، وهعمل كلمة سيف كده. هو سيفت خلاص، قال لي كومبليتد وتسيفت. هطلع تك اكس، اول ما تتك اكس هناك هترجع تاني. هروح بقى للرسائل فوق اللي هي اول واحدة. اول واحدة ديت اللي هتبعت رسائل لاشخاص، التانية ديت بتبعت رسائل لمجموعات، يعني ممكن تجيب المجموعات اللي عندك وتبعت لها الرسائل، هنعرفها في فيديو تاني ان شاء الله. طيب اول واحدة حبيت مثلا هنبعت عرض وليكن لناس، العرض مثلا اهو قلت له السلام عليكم، في عرض 50% على برنامج اورانج واتساب لمدة يوم واحد. تمام. طيب انا ممكن بقى اخش عندي هنا اكتر 5 رسائل، لان لما يكون عندي ارقام كتير، طيب انا مش هينفع ابعت لكل واحد مثلا لل 500 واحد نفس الرسالة، لان الواتساب هيعتبر ان انت مثلا بتستخدم الواتساب غلط، فممكن يديك حظر مثلا لمدة 2 3. طيب انا هعمل ايه؟ هخش على كل رسالة واعملها بشكل معين بحيث ان هي تدي نفس المحتوى او نفس المعنى. هخش على رسالة 2 3 4 5 6، هكتب نفس الرسائل. وتاني حاجة، في حاجة برضو كويسة في البرنامج، هتك على الزائد ده هيديك مثلا اللي هو الراندوم نمبر، بحيث اللي هو في كل رسالة هيديك رقم مختلف عشان الرسائل كلها ما تكونش زي بعض، بحيث لو نفس الرسالة دي تروح لأكتر من شخص بس برضو هيكون فيها رقم مختلف، فالراندوم نمبر ده أو الراندوم ديت بتدي رقم مختلف. وفي حاجة تانية برضو كويسة اللي هي ايه، تك على الزائد هتلاقي عندك حاجة اسمها اد كي ماركرز. هي دي أصلا عبارة عن ايه؟ الكي ماركرز دي مثلا، يعني مثلا في رسالة أنا كنت كاتب سلام عليكم، طيب ممكن في الرسالة اللي بعدها يشيل لوحده البرنامج، يشيل سلام عليكم ويحط صباح الخير، أو ممكن يكون يحط مرحبا أو تحيات، أنت ممكن تعمل اللي أنت عاوزه بقى. تخيل مثلا وليكن أنا مثلا عندي وليكن مثلا صباح الخير مساء الخير، كلهم زي بعض، يعني كلهم لو شلتهم مثلا، لو شلتهم من بعض، يعني لو شلت الكلمة نفس المعنى يعني. ممكن مثلا لو حاجة بقى في شغل بقى مثلا منتج خدمة، فانت تحط الكلام هتعملها ازاي، هتعمل اد نيو على حسب شغلك، زي مثلا هاي وهالو وهاي زير وجريتنجز، كلها زي بعض يعني، كلها نفس المعنى. فانا ممكن احط هنا مثلا اشيل هاي واحط كلمة تانية، وهنا اشيل ليه واحط كلمة تانية، واشيل دي كلها واحط كلمة تانية، بس كلمات كلها زي بعض، واعمل سيف. فهو تلقى اي حاجة هتضيفها في الرسالة البرنامج هيفهم على طول الكلمه ديت، ممكن اغيرها واشيلها واحط، والبرنامج يحط مكان اي حاجه تانية اللي انا حاططها هنا. تمام. هو برضو ممكن يشيل كلمه السلام عليكم ديت في رساله ويحط مكانها مثلا مرحبا، بحيث ان انا اغير من محتوى الرساله. تمام. طيب ممكن اعمل ايه تاني في الرساله؟ هضيف ملف انا، ولكن اد فايل، اختار الصوره دي مثلا ولكن، خلاص هي الصوره راحت له. ممكن طيب ايه تاني؟ ممكن احط هنا اد بول اللي هو انا عاوز ابعت له السي بي ال مثلا، وليكن هقول له ايه اكتر منتج، هقول مثلا ايه اكتر منتج عجبك، ايه اكتر منتج عجبك، واضيف مثلا خيارات وليكن منتج واحد واثنين اي حاجه مثلا اهو. تمام. هو بيقول لك يعني الاختيارات انت عاوزها، هو العميل يختار اختيار واحد ولا اكتر من اختيار، ممكن مثلا العميل يعجبه اكتر من منتج، فانا اعمل مالتي سيلكت واعمل سيف، واعمل اقلل. قال لي كده هو كده دوبليكيت فاليو، لان انا كتبت الكلمه مرتين، فديت مثلا زي ديت، فانا هغير واحده فيهم مثلا، هي اي حاجه مثلا هعمل كده سيف. تمام كده انا ضفت صوره وضفت نص الرساله وضفت السبيان. مش لازم تضيف صوره او مش لازم تضيف السبيان، ممكن تبعت النص بس. تمام. طيب في حاجه تانية اهم حاجه طبعا لازم نعملها، اللي هي ابلود اكسل، الابلود اللي هي الارقام بتاعتي. انا الوقت عم كنت شيلت سحبت الارقام كلها من الواتس بتاعي، انا ممكن ارفعها تاني هنا، اعمل ابلود واختار الارقام بتاعتي اللي هي مثلا اول واحده اللي هو الشات اللي كنت اخترت دي، بس اول ما تعملها هجيب لك الارقام كلها، انا عندي ارقام كتير قوي يعني، شفت ارقام كتير قوي، فانا اصلا مش عاوز ابعت الارقام دي كلها، فانا هعملها ديليت اهو، همسحها كلها. طيب انا عاوز ابعت مثلا تجربه رقم واحد، خلي بالك عشان تبعت هنا مثلا لاي رقم لازم تحط كود الدوله قدامك، يعني مثلا يا مصر زائد 2، لا انا حط بس 2 او زائد 20، لا انا هكتبه مثلا ازاي، هو مثلا وليكن لو في رقم اهوت ده مثلا اعتبر رقم موبايل في مصر، لا لازم احط قبله 2. طيب هو الفكره بتشيل الزائد، انت بتحط الارقام زي ما هي
زي الكود مثلا دوت الكود اهو بتاع الدوله، لا بشيل الزائد ديت خليها هي اولها 2 زيرو 10. وسبحان الله انت لو عملت ابلود اكسل هو هيجي لك الارقام نفس الارقام اللي عندك بالظبط متظبطه بتاعتك. تمام، انا ممكن احط الاسم بتاعه مثلا، اقول لكم اي اسم اهو كده انا ظبطت كل حاجه. لسه ايه تاني بقى؟ اول حاجه اللي بقول لك في الديلي سيتنج مثلا التاخير. الفيسبوك قصدي الواتس لو لقاك بتبعت رسائل كتير ورا بعض ممكن يديك حظر، فالبرنامج عامل لك خاصيه. طيب انا كده حددت قلت كل من دقيقه لدقيقتين استنى من دقيقه لدقيقتين بعد 10 رسائل. طيب بين كل رساله ورساله اللي هي اللي تحت ديت، بين كل رساله ورساله استنى كام ثانيه؟ انا حددنا مثلا ولكن من كل 4 ثواني او كل 8 ثواني، يعني من مثلا ممكن 6 7 8 استنى عشان اما تبعت الرساله الثانيه، يعني بين كل رساله ورساله استنى 4 ثواني ل 8 ثواني. تمام طيب انا كده ظبطت كل حاجه. هعمل ايه بقى؟ هعمل ستارت كامبين. اللي هي كلمه ستارت كامبين ديت وبعد ما خلصت الاعداد كلها هنتكي على كلمه ستارت كامبين. هنا هحط مثلا عنوان للحمله، اكتب مثلا وليكن عرض 50%. تمام، هنا بيقول لك اختار هتبعت من رقمين ولا رقم. لو اخترت الرقمين هتيجي هنا مثلا تغير ديت، هتقول له مثلا بعد مثلا كل 3 رسائل غير للرقم الثاني، يعني الرقم دي 3 رسائل وبعد كده الثاني 3 رسائل ويرجع يعيد ثاني. طيب انا عاوز ابعت من رقم واحد، رقم واحد بس هاخد اول رقم. طيب بيقول لك سيف مود ولا الانسيف مود. لا السيف مود ده تختاره امتى؟ لو انت بتبعت للارقام اللي عندك، يعني الارقام اللي انت كلمتها قبل كده. انما لو انت جبت الارقام، انت مثلا بتبعت الارقام تجيبها من جروبات او اي ارقام تانية، هتتك على كلمه الانسيف مود. تمام انا دلوقتي هبعت من رقم واحد واعمل ستارت، هتك كلمه كليك تو انيشيت عشان افتح الحساب الواتساب اللي انا اصلا مسجله من الاول عندي. هو هيفتح من غير ما يعوز منك اي تسجيل، واول ما يفتح هتلاقي الكلمه دي اخضرت، الكلمه اللي عند السهم دي اخضرت. خلاص كده ان الكلمه معاك اخضرت. وتاني حاجه البراوزر فتح الواتساب بتاعه، بس مش عاوز افتح عشان البرسيل ما تبانش. هتك على كلمه بعدها، هتك على كلمه ستارت، وكده هيبعت يبدا يبعت لكل ستارت اهو. هيجي لك هنا مثلا الارقام الاسم وهو اتبعت ولا لا، وبعد كده هيفتح لك شفت بعت هنا الرساله. في الجهه الثانيه دي الصوره اللي انا اخترتها، بعت الرساله وبعت الاستبيان وبعت الرساله فوقها الرساله. وهيجي لي بقى تقرير، هيجي تقرير اوتوماتيك هيتفتح على جوجل كروم، هيقول ايه اللي اتبعت وايه اللي ما اتبعتش. انا مثلا الرقم بتاعي اهوت هدار عليه، قال لي هنا سكسس اتبعتت. خلاص انت ممكن تنزل الداونلود الريبورت. حتى انت ممكن مثلا لو انت بتعمل الخدمه دي لحد تاني ممكن تعمل داونلود ريبورت وتبعته له. وبكده اللي احنا كده بعتنا رسائل كده للاعضاء بتوعنا. هنتعلم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ازاي نبعت رسائل لناس ما هياش عندنا اصلا. او ما تنساش تعمل اشتراك ولايك، ولو في اي استفسار اكتب لنا تحت في الكومنت، وموجود في الديسكريبشن في الوصف تحت الفيديوهات كلها، السلسله كلها للشرح البرنامج ده موجوده. ولو عاوز تشتري برضو الرقم تحت في الواتساب تبع البرنامج لو عاوز تشتريه وعليه خصم موجود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.